حياكم من جديد مشاهدين فقرتنا بنقول فيها صح عليك وصح عليك على شباب وشابات أثبتوا نفسهم وقدروا يوصلوا للنجاح. اليوم في هالفقرة في فقرة صح عليك بنتكلم يمكن عن موضوع نوعا ما أنا أشوفه شوي غريب صراحة، يمكن سمعنا عنه كثير لكن اليوم حنتكلم عنه بشكل مختلف وبطريقة بعد مختلفة. بيكون معنا الحين محمد وسلطان الدمعش، حياكم الله. الله وش حبيب. نظام البساس والقاوة وتربونه؟ والله هو حب من البداية وعشق يعني من البداية وحبيناها ونمينا هذا الحب والعشق ويعني تطور معنا على شكل بيع وتربية وإنتاج وزي كذا يعني. شوف هو الغريب في الموضوع ان احنا المتعارف عليه دائما يمكن ان موضوع الحيوانات او تربية الحيوانات او ثقافتها يمكن في الخليج بصفة عامة والسعودية تكون قليلة وما عليها هذاك الإقبال. انتم كمان اخترتوا شغلة واحدة اللي هي انكم انتم ما تهتمون بكل الحيوانات، تهتمون بس بالبسس. وكيف جتكم الفكره؟ لانه ليش هالفكره يعني لما انت تتخصص في شيء معين حتبدا فيه اول شيء ويكون تركيزك كله على الشيء هذا، فاذا يعني كان يعني تركيزك على كم شيء ما حتوفقي فيه بشكل مطلوب يعني. طب بعرف انا اخ سلطان ايش الخدمات اللي بتقدموها تحديدا لهذه البساس؟ طبعا احنا بعد بيع البسة طبعا في عندنا اهتمام يعني تقليم الاظافر، عندنا اهتمام انه تنظيف البسس، الاهتمام فيها ممكن مو بس اذا بعنا لك البسة مثلا ما نهتم فيها ولا نقول لك انه هذا مو اختصاصنا، ممكن نجيك لين البيت وناخذ البسة ونهتم فيها وننظفها ونقلم لها اظافرها ونرجع لك هي. جميل يعني انتم بتربوا يعني البساس من البداية وبعدين كمان بعد ما بتبيعوها بعد بتهتموا فيها. قبل وبعد يعني في عندنا خدمة اللي هي ما بعد البيع يعني عشان نحاول نكسب عملائنا، وبرضو عندنا متجر ثاني اللي هو اكسسوارات واكل ومستلزمات القطط يعني احتياجاتها. فعشان انت يعني تكسب العملاء لازم تقدم لهم خدمة وتتواصل معهم تكون معهم على اتصال مستمر يعني. طب وكيف شايف انت بعد ما فتحتوا الموضوع هذا تحسون في اقبال من الناس كثير على سبحان الله ما شاء الله؟ يعني في البدايه كان شويه ضعيف وكل ماله يزيد يعني كان في تحس اقبال الناس لان البسس بس يعني يمكن لو كانت حيوانات ثانيه تتوقع يكون نفس الاقبال ولا لان البسس يمكن انها لطيفه وممكن يعني الكلاب مثلا او اللي فيها شراسه تلاقي مثلا الرجال اللي يميلون لها اكثر، بس البسس الرجال والبنات احنا اكثر من طلباتنا من البنات من الفئه الثانيه يعني. وتجينا طلبات من خارج جده وجاتنا طلبات من دبي بعض الاحيان تجينا وتوصلون خارج المملكه نوصل اي كله عن طريق الشحن الجوي. فاحنا في البدايه ما توقعنا انا نفسي اشوفها حقيقه. طب خلونا نتفربل، اعطونا زوم يا شباب تكفون، خلينا نشوف البسه وين. هذه واحدة من البسس كل اللي تهتمون فيها تكون بسس صغيرة وانتم تنتجون. ايوه نحن يعني اختصاصنا في الكيتنز اللي هم الصغار يعني. هذه وش اسمها لها اسم؟ هذه لها اسم. ايش اسمها؟ لوسي. لوسي نعطيك اياها لميا كذا. لا شكرا 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 حقيقه. طب نحن نعرف انه اي بدايه مشروع دائما بتكون جدا صعبه خصوصا على شباب لسه دوبهم حابين يبداوا مشروعهم كبدايه، ايش الوسائل والطرق اللي سهلت عليكم بدايه هذا المشروع؟ والله هو كان في البدايه اصلا حب للشيء ده والاهل كمان ساعدونا في الشيء هذا. في البدايه يعني كان بدايتها يعني تربية وبعد كده فكرنا انه نبيع، وبعد كده يعني الاهل زودوا علينا يعني سلفونا فلوس وزي كده دعم الاهل وزي كده. هو في النهاية يعني حب، وثاني شيء انه كمو مصدر الدخل اساسي ولا الطموح يعني انه عندنا ما شاء الله دراسة ندرس نحن وزي كذا قادرين توفقون بين الدراسة وبين المتأكد؟ أيوة الحمد لله يعني اكيد ترى بنشوف شهاداتكم بتأكد انا لا ما يحتاج ما شاء الله. بعرف كيف قدرتوا توصلوا فكرتكم للناس اخ سلطان؟ والله في البداية من السوشيال ميديا يعني بدأناها من البرنامج الانستغرام بدأناها وكان تفاعل بسيط، بس الحمد لله مع الايام التفاعل زاد بسبب واحد لانه احنا كان اهتمامنا رضا العميل. يعني بعض الاحيان ما نفكر في المقام الاول انه المادة الفلوس بس، لا كان اهتمامنا رضا العميل. يعني بعض الاحيان اذا مثلا بعنا بسه وما حقق يعني مثلا مرضت البسه او توفت عندنا خدمه مثلا الاستبدال
او مثلا فهم. احنا اهم شيء عندنا انه رضا العميل، ما نهتم في المقام الاول بالفلوس، ما تبيعه خلاص. ايوه ايوه. برضه عندنا خدمه يعني نادرا تلاقيها في الناس، تقريبا ممكن معدومه يعني اذا بعناهم. هذه بس اشاره عندنا. هذه من وين جت؟ ما ادري. طيب اذا بعناهم شيء يعني اذا بعناهم نعطيهم 24 ساعه اي يفحصوا في اي عياده، اذا كان فيها عيب يعني او شيء او مرض او شيء ممكن نرجعه ونرجع لهم مبلغ كل اريحيه. طب كيف كانت امكانيات المشروع؟ يعني لما جيتوا سويتوا المشروع او تحتاجون الامكانيات حقت المشروع، تلاقون صعوبه ولا سهل انكم تلاقون بضائع؟ في البدايه كان في صعوبه، بس الحمد لله الاسرار والعارفه يعني الواحد الحب اللي في الاشياء هذه الحمد لله وفقنا. ايش الصعوبه اللي واجهتكم؟ يعني كم حل في البدايه؟ يعني موت كثير كان في البدايه. مين متوفره؟ اضطروا تجيبونها من برا؟ ايوه في البدايه من برا. في البدايه كانت من برا. أيوة. اللي هي الاساس اللي هي الاب والام والاشياء هذه. أيوة. وبعدين كم مره ماتت علينا بشس كثير. أيوة. وكان عندنا امراض وزي كذا، بس الحمد لله واحد يعني خلاص متمكنين. ايوه ما شاء الله يعني مع هذا تكتسب خبره مع الايام يعني. وهل في الممكن في المستقبل ان شاء الله انه يتطور المشروع وتقدروا تضموا حيوانات ثانيه، ولا تبغوها تكون لا بس مقتصره على القطط وبس؟ لا والله يكون يعني عندنا الشيء ذا، نحن نفكر انه برضه ممكن كلاب، ممكن انا ايد حابين تطوروا في المشروع. أي هذا أي الافضل. ايوه فنحن طموحنا ان شاء الله اكثر من كذا ان شاء الله، وفي يعني نبغى نقدم خدمات اكثر من كذا، بس يعني الامكانيات لسه دحين مو قد كذا، فان شاء الله مع الوقت. هذه الشهادات اللي تعطونها للناس بعد ما يشترون البس من عندكم البسه وتعطونهم اياها؟ طبعا شهاده طبعا تجيك فيها اكثر من صفحه تطعيم، هنا التطعيم الظاهر واضح، والاسامي موجوده ويسمونها يعطونكم اسم تحطون اسم وتاريخ. نحن نسميها بس اذا حبوا يغيروا اسم هم يغيروا عادي. تتغير شهاده الميلاد اذا تغير الاسم ولا لا؟ في اول صفحه مكتوب فيرست اونر اللي هو المالك الاول والمالك الثاني. هذه عموما تعتبر شهاده تثبت ان البسه او القطو على ما يقولون ما فيها ولا شيء، سليمه مطعمه تتابع فيها العلاجات والتطعيمات وكل حاجه. جميل انكم كمان مع كل واحد بيجي يشتري من عندكم تعطوه هذا الكتاب اسمه قطتي كيف اهتم بها، يكون توعوي وارشادي للشباب اللي ما قد ربوا قبل كذا حيوانات في بيتهم. وهذا ايوه لانه لما الواحد تعال هذه شيطانه شكلها، هذه شكلها اكثر واحده متعبتكم بالمحل صح؟ قاعده تتمشى بالاستشفاء. تتمشي خذي راحتك يلا. يعني الواحد لما يكون يجي يمتلك قطه او شيء جديده ما يعرف ايش يسوي معها، كيف يتصرف معها. ايوه. بالنسبه للتحميم، بالنسبه لو صادفته اي مشكله او اي علاج او تعب او اي شيء ايش يسوي، ولازم يكون عنده يعني برضه حاطين وكاتبين انه ايش الادويه اللي تكون عندك الحالات الطارئه دائما. ايوه دائما هذه لكل واحد يكون عنده. وبرضه يعني نتواصل معهم عن طريق الواتساب وعن طريق الانستغرام كله نتواصل مع العملاء. الله يعطيكم العافيه صراحه على اللي انتم قاعدين تسويه. بس اعطونا العنود عندها حاجه، العنود سريع المواقف. اي وش المواقف اللي قابلتكم من خلال البسس؟ عاد احيانا تشرد واحدة اعطتك واحدة كذا خرمشة سريعة. اي والله صارت مرة واحدة معانا يعني مرة نسينا الباب حق البيت مفتوح. اي وكلهم خرجوا وراحوا الحش حق الجيران اللي جنبنا. الجيران اتصلوا علينا وقالوا تعالي شيلوا عيالكم. اهم شيء لقيتوهم كاملين بعد لا الحمد لله لقيناهم، لانه هم ما يهربوا كثير يعني يخافوا لما يروحوا مكان غريب يجلس على طول متخبيين او زي كذا عشان. طب لا يعطيني انيفين يعني والله. لم يمت شيرين واحده؟ لا شك. طب شغله واحده كذا على يعني نختم فيها، الاهل ما انزعجوا من الموضوع في البدايه؟ لا بالعكس، يعني في برضه بنت عمي هي اللي مسؤوله عن التصوير والاخراج والاشياء، تصوير القطط والمسلسلات. أيوة بنشوف بعض الصور الحين معروضه معانا، صور جميلة فيهم ملابس كذا. يعني ايوه لهم ملابس كلها لبسه جميل مشتي الاخ. لا هي ما شاء الله مصورة احترافية، يعني هي مساعدتنا في الشيء ذا يعني خصوصا في الانستغرام، هو اللي كان السبب الرئيسي لنجاحنا. اكيد. فهي تقدر تتواصل مع هذا عن طريق الصور عن طريق الفيديوهات والاشياء دي.
جميل. طب انا بعرف يعني اذا اي احد جاي يشتري، نعرف انه احيانا بعض القطط بتسبب امراض في البيت، او اذا ممكن احد عنده اطفال عنده حساسيه، هذه القطط احيانا بتسبب امراض، فكيف نحن نتلاشى هذه المواضيع؟ والله نادرا تكون يعني حساسيه تجي من القطط او من الشعر، فانت يعني خلال لما يكون عندك قط يعني لازم تهتم فيه بالحلاقة الشعر، تنظيف الشعر اللي هو دائما باستمرار، عشان الشعر الميت اللي يكون في النفس هذا يطيح، فما يسبب لك حساسية وشيء. العناية يعني بشكل أيوة العناية لازم مستمر. تكون مستمرة كذا. نقول لكم الله يوفقكم إن شاء الله سلطان ومحمد الدميس، موفقين إن شاء الله، ونشوف مشروعكم يصير أكبر وأكبر. وأنتم بما أنكم جايبين بستين، واحدة نسميها ريما، واحدة اسمها لميا، وكل واحدة فينا، وهذه واحدة كمان من بساس. كذا انتهت الفقرة في برنامج ساعة شباب، بنكمل معاكم باقي معانا أحلى الفقرات، لكن بعد ما نطلع شوي ونرجع نكمل الباقي أنا ولميا.